المشروع يتضمن إعادة تأهيل 43 دار سكني على الطراز التراثي موقعهم حول جامع النوري، وأيضا يشمل المشروع إعادة تأهيل الشارع الحولي لجامع النوري بما يضمن من رصفه بالجرانيت وأيضا تعديل وترتيب الكيبلات والإنارة وكذلك مياه تصريف المياه. طبعاً شعوري لما أشوف مدينة الموصل تتعمر وترجع إن شاء الله أحسن من قبل شعور جميل جداً. طبعاً أشعر بالفرح دائماً إنه وأشعر بالفرح لكل من يسعى في إنجاز المراحل الإعمار في المدينة. منظوري يعني كمهندس أشوف إنه إشراك خاصة شباب من أهل الموصل وإدراجهم ويا الكوادر اللي عندهم خبرة يعني هذا راح يخلق لهم فرص عمل أكثر وراح يستفادون من عندها يعني شباب خاصة من أهل المدينة وأيضا الشغل يعني على الطراز التراثي يعني ما كثير ناس تعرف فيه. اللي احنا اول ناس رجعنا هنا كان ماكو بشر، يعني وين هسه وين قبل سنتين تطلع على الشارع تشوف محلات منظمه فلان منظمه فلان، طبعا هو هذا الشن. رجعت الحركه الحمد لله والشكر، نحمد الله ونشكره بعد الاحسن.